يجيك محمد منتصر وغيره والناس المجارمة ديل مجارمة. الله قال مجارمة، قال كذي في القرآن: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا ولا ما كذبوا؟ كذبوا. الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالوا لا، لا ما بتنفع معنا، ده التكذيب ذاته. واستكبروا عنها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ودي مشكلتنا معاونة، وحدوا الله لا إله إلا الله يسرقوا طوالي. المهم أنت تقول له نعبد الله براو، يجي محمد منتصر وغيره يقول لك كلام ده مدسوس في الكتب، وهذا قالوا في السكر وما السكر. القبة دي مدسوسة كذا الكلام، خلينا القبة أسي حمد النيل دي مدسوسة ولا بنيتوها انتو؟ الجباب الشغالة في البلد ده مش بحراز، أمش وين تجي بغادي رفاعة، تجي من الاستقبال عن الشمال تلاقي قبة وجنبها غرفة بجنبها خضراء، تمش قدام تجي مدني من التداخل تلقى مجموعة من الجباب. أسي تمش ماشي سوق ستة، تمشي من حلة كوكو تمش قدام شوية تلقى مجموعة شنو من الجباب، دي جات مدسوسة. انتو الشغلة دي بدسوها بالليل، والطلبة داسية والمعلم البنى داسية والجيارة داسية. يا ناس الشغلة دي كثيرة جدا ولا كيف؟ معناها انتو جات مدسوسين، انت ذاتك مدسوسة، القلع عقلينا شنو ذاته ابتلينا بكم. ده في جانب. فمعبود تبين للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا ناس في الشدائد نادوا الله براو، في الشدائد نادي الله براو، ولك إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. ونكرر كذي وما عندنا، ولك مواضيعكم متكررة متكررة، في مواضيع تانية الحمد لله قاعدين في محلات تانية بننشر نشرح وكذي، لكن بعد نضمن إنه الشغلة دي الحمد لله نطفت، والناس اللي قدامنا ذيل مكانتهم تمام، وأي شيء بعد ده بنشوف اللساتك بجنبها والباقي السمكرة والحاجات والكذي والصيانات، لكن انت مكان ذاته ميتة يقوموك كيف، وانت قاعد في حفرة تمرك كيف، ويلزوك والمكنة معشقة، شغلة دي ما تنظفت جوا ما بتنفع. والله الذي لا إله غيره معبود، ده أي جماعة تعتري الشرك أو تدعو إلى الشرك طريقة صوفية غيره ديل بيصرخوا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.